نمبر ون في التحقيقات، ماليش منافس وخد وهات، انا بنفسي صنعت نفسي واللي يقول غير كده كذاب. وازيكم يا ابطال، عاملين ايه؟ وحشني جدا جدا جدا. قبل ما نبدا مقطع النهارده، ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وتدعوا ابطال لاخواتنا في غزه. حرفيا يا ابطال، انا مش عارف اشكركم ازاي على كميه الدعم المستمر ليا في الفتره دي بالذات، لان حرفيا في حاجات جدا جدا غريبه بقت بتحصل. وبجد بجد يعني الحاجه الغريبه اللي انا يعني ما كنتش متوقعه قوي، ان حرفيا يعني بجد بجد المقطع اللي فات اللي هو المفروض اللي هو يعتبر كان امبارح اصلا، فعلا فعلا انا مستغرب ان لحد دلوقتي يعني انا اتشتمت وحصل اقسم بالله فيا حاجات جدا جدا كتير. لو ما شفتش المقطع تقدر تشوف المقطع دلوقتي حالا. انا متحمس جدا بصراحة المقطع النهاردة، لان حرفيا المقطع النهاردة انا بجد بجد مش هدخل لوحدي في المبات دي. ايوه انا دلوقتي حالا عارف يعني فاتح ستيج تمام في السيرفر عندي، سيرفر لو عايز تدخل تصور معايا فيه تمام. يعني كل فترة بعمل حاجة زي كده لما بحتاج فيها يعني الابطال، هتلاقوا السيرفر تحت دلوقتي حالا في اول الوصف. ايوه تقدر تدخل عليه، وهتلاقينا اللي احنا بنعمل فعاليات كل فتره على حسب ما انا بكون فاضي. فليتس جو، يلا بينا، عشان انا متحمس جدا لمقطع النهارده، لان انا المفروض دلوقتي حالا فاتح الجوين في حسابي اي بي جيمنج 707. بس قبل اي حاجه يا ابطال، المفروض دلوقتي حالا انا استغربت من حاجه جدا جدا غريبه. الحاجه جدا جدا غريبه، ناس جدا جدا كتير كلمتني عنها في حسابي على انستجرام، وكمان كلمتني في الديسكورد. ايه يا بلال اللي انت حاطه ده؟ ايه يا بلال يعني يعني مش عارف ايه ده اللي انت حاطه حاجه ليها علاقه بالكزاره؟ انت ايه اللي يخليك اصلا يعني تكون باينه كده؟ انا اسف يا ابطال، والله العظيم ما كنت اعرف، اقسم بالله يا ابطال ما كنت اعرف اي حاجه خالص. انا اتفاجئت بجد زيكم اللي هي موجوده في الاكسسوارز، واول منزل الاقيها هنا يا ابطال. المفروض الناس دي بتقول لي دوس ثانيه، هو المفروض ان انا اصلا اعمل انفنتوري اخفيه خالص. لو جيت دلوقتي دوست ادد تمام، ادت تو بروفايل، غالبا هنا اضيفها للملف الشخصي. معرفش هل كده ابطال هتتشال، ولكن واضح كده ان في ناس جدا جدا كتير كومنتات قالت لي في المقطع اللي فات ان انت بلال اقفل الانفنتوري خالص، اقفله ومش عايزك تفتحه يا عم. بس ما ينفعش الناس تشوف الحاجات اللي هم شايفينها دي بصراحه، وانا بصراحه ما اقبلش انتوا تشوفوا كزاره. ودلوقتي حالا هدوس على السيتنج، والانفنتوري المفروض اللي انا عامله لكل الناس، حرفيا لكل الناس. هنا اقدر اخليه للاصدقاء والناس اللي عامله لي فولو. انا المفروض دلوقتي هدوس نو ون، ومش عايز اي حد حرفيا يشوف اللي عندي. وانا اسف جدا ليكم يا ابطال، انا كنت دايما بكون عايز اخليكم يعني شايفين كل حاجه عندي عادي، اللي هو حسابي ده اصلا هو حسابكم. دايما متعود كده يا ابطال في اي فيديو، حرفيا من ساعه ما فتحت القناه حسابي هو حسابكم. حتى ابطال لما قبل كده حصل فيه مشاكل يعني زمان في حسابي، كنت كل شويه والله العظيم بجد افتكر ان الاقي رسائل جدا جدا كتير ناس كاتبه لي حساباتها، وناس والله العظيم على الانستجرام كاتبه لي حساباتها، يعني اللي هو الباسورد والجيميل، ويقول لي يا باشا خد الحساب اهو على طبق من ذهب. يعني اللي هو انا طبعا ما ينفعش اصلا اخد اي حساب ولا اقدر افتحه، مع ان هم مديني كل حاجه، لكن مستحيل ما اقبلهاش على نفسي. انا بصراحه انا يعني مش عايز كده، ولكن كميه الحب اللي شفتها في عينيكوا حرفيا انا بجد بجد اتصدمت وفرحت جدا. فمقطع النهارده قبل ما نبداه، اللايك بتاعكم الجامد، وكمان اشتركوا حالا في القناه، عشان بجد بجد مش باقي شيء على اللي احنا قربنا نوصل 800,000 مشترك. بجد يا ابطال خلونا دلوقتي حالا زي ما انتم شايفين. ايوه المقطع اللي فات غيرنا صوره القناه، ما شاء الله الصوره جدا جدا تحفه، وربي اسطوريه، اقوى دعم للقضيه الفلسطينيه والله العظيم، وشكلها جدا جدا جامد. هتيجي تقول يا بلال مين الشخص اللي عمل لك الصوره؟ والله العظيم ما فاكر اسمه، يمكن يكون معايا في الاستيدج، يمكن يكون يعني والله ما فاكر بصراحه، لان حرفيا الناس عملت صور كتير قوي تمام بالذكاء الاصطناعي، وانا لقيت ان الصوره دي انسب صوره ومكتوب عليها اي بي جيمنج ورايا علم فلسطين، وربي صوره ضرب نار جامده قوي. فالمفروض اللي انا حطيتها صوره شخصيه، وبجد بجد يعني شكرا فعلا فعلا على كميه اللايكات الحلوه دي. ايه الجمال والحلاوه دي؟ حرفيا بجد بجد بحبكم. وخلونا دلوقتي حالا نسيبنا من كل الكلام ده، لان حرفيا مقطع النهارده زي ما قلت لكم مهم، وانتوا يا ابطال هتكونوا السبب فيه. انا يا ابطال فكرت كتير وقلت طب ثانيه كده، انا مش عايز ابقى لوحدي، انا مش عايز كل مقطع كل وحدي. طب هتعمل ايه يا بلال؟ خلاص بما ان انا اتشتمت في المقطع اللي فات بسبب مبات كزاره، انا قلت خلاص بعد كده نسميها كزاره وانتوا هتكونوا عارفين قصدي ايه، بسبب مبات الكزاره. وعايز اقول لكم خلاص فكرت وجاتني الفكره اللي انا لازم ادخل دلوقتي حالا على الماب اللي المفروض
هي دي بجد الماب. المفروض دلوقتي طبعا حطيت لها ديسلايك وواضح كده يعني مقطع امبارح كان الديسلايك فيه تقريبا على الماب 506 ما شاء الله، في اكتر دلوقتي هو 516 ديسلايك، عاش في 1200 لايك. هم تعرف ليه؟ مش عايز، مش مهم خلاص، ولكن حرفيا في دلوقتي 500 واحد قاعد جوه الماب. هم تعرف بيعمل ايه يا جدعان؟ في ايدي ماب يا جدعان، ماب كزارة، انتوا عادي كده عادي يعني بتدعموا الكزارة؟ الله ربنا يشفيكوا بجد. خلوك اقرب المايك كده شويه بس كده انتوا سامعيني تمام. يلا بينا عشان دلوقتي حالا حرفيا هخش في سيرفر يعتبر فاضي عشان هنملاه، ولا اقول لكم هو كده كده 45. ايوه كويس قوي، اخش السيرفر ده ويلا بينا دلوقتي حالا. الناس اللي عندي في الديسكورد واللي قاعدين معايا دلوقتي حالا، انا كمان فاتح الجوين ويلا بينا كلنا ندخل عشان انا فعلا فعلا متحمس جدا للي هيحصل النهارده. زي ما انتم شايفين دلوقتي حالا انا دخلت، والله العظيم متوتر جدا جدا وفاتح الجوين. ايوه بقى اسامه دخل معايا حرفيا تمام، هو المفروض ده من اصدقائي عشان ظاهر لي كده كويس. ايوه في واحد تاني، اوه واحد بردك من اصدقائي. مين تاني مين تاني مين تاني؟ يلا يا جدعان تعالوا نتجمع هنا، تعالوا نتجمع هنا، تعالوا انا بنط هنا اهو بعلم فلسطين اهو. والله يا ربي بس انا مش عارف صح، لحد دلوقتي انا لوحدي، انا عايز اعرف بس فين الناس، في حد بيتكلم عربي؟ او ماي جاد، لا 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 محدش يشتم محدش يشتم، لا 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 اسامه يا اسامه ما تشتمش، لا 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 انا ما اعرفش اسامه معانا في الاستديو ولا ايه، ولكن كله ابطال هيجي يكتب الكلمه اللي انا اقول لكم عليها اللي هي الحريه لفلسطين ولكن بالانجليزي تمام تمام، اللي هي فري بلستاين او فريدوم فور بلستاين تمام، اللي عايز يكتب كده او كده تمام. ليتس جو، يلا ابطال يلا يلا نعمل كده بس بدون سبام. ايوه او ماي جاد يلا بينا هجوم ليتس، محدش يكتب بالعربي محدش يكتب بالعربي، اكتبوا فري بلستاين فري بلستاين، ليتس جو مان يلا بينا ليتس جو. عاش عليك اقسم بالله، كفو يا اسامه كفو يا اسامه كفو يا تيك تيك اتش بي 1 والله كفو يا مستر دانوس ليتس جو. ايوه هو ده والله العظيم. ايه ده يا امي الاشكال المخيفه دي، اقسم بالله اعوذ بالله من ده، يا اقسم بس كلاب مقرفه والله زيهم تف عليهم اقسم بالله. ماشي يلا بسرعه 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 يلا ليتس جو. ايوه اديله المره اللي فاتت، ايوه امبارح عملتوا فيها اللي انتوا ابطال تمام وعليا عشان انا كنت الواحد، يا اما دلوقتي جاي لكم بالابطال والله العظيم اقسم بالله عايز اوقع ده بس مش عارف والله العظيم، يعني عايز ادمره وعايز اعمل احام، مفيش هنا اسلحه اقسم بالله كنت زماني دمرت والله العظيم في بالي يعني في قلبي شتايم كتير. واحد بيقول لايك واشترك لايك واشترك يا ابطال عشان حرفيا المقطع ده يوصل في كل حته، يدمر ام اليوتيوب يكسر. بصوا عايزين قلق والله العظيم عايزين قلق، ولكن ايه ده؟ مين الشخص ده؟ ايه ده؟ ثانية هو والله احسن بس يا جدعان، احنا ليه لما بندخل بيتكتب علينا او ماي جاد اعوذ بالله؟ ايه ده ده ده؟ الهبل ده اللي بيجي ورايا ده؟ اقسم بالله الهبل ده؟ هو ده هاك ده ولا ايه ده؟ ده هاك اقسم بالله، ده هاك ده مال ولا ايه ده؟ يا جدعان اعوذ بالله مش طبيعي اقسم بالله الهبل ده والله رعب. مين الشخص ده؟ اقسم بالله ده بيجي ورايا انا، ده سايب كله بيجي ورايا انا، اقسم بالله اتخضيت بجد يا والله العظيم يا جدعان اقسم بالله حسيت الولا لو لمسني ما اعرفش، حاسس ان انا في حاجه هتحصل، باين شكلها غريب بامانه، ولكن تمام. مين الشخص ده؟ مين ده كمان؟ ده معانا ده ولا يا جدعان؟ انتوا خدتوا بالكم من حاجه؟ ان احنا حرفيا لما بنيجي بنكتب يعني او اسف لما بنيجي بندخل على الماب دي بنلاقي ان يعني هنا في حاجه كده غريبه، مش عارف اسمنا يا جدعان كل واحد اسم حسابه اتحول وبقى عبري. يا لهوي قالوا اقسم بالله ما مصدق والله العظيم، انا اول مره اخد بالي منها دلوقتي تمام. مين اللي بيكتب فلسطين مين الكلب؟ اقسم بالله انا فاتح فيديو، انا فاتح فيديو مش عايز يعني اروح في حته يعني، ما ينفعش ما ينفعش ده بلال ما ينفعش، غلط غلط، احنا احسن منهم احنا احسن منهم يا مناوي اقسم بالله مناوي بتفوق عليكم اقسم بالله والله تفوق عليكم. ليتس جو، ايوه ليتس جو والله يا ابطال، لو انتوا كمان كنتوا لابسين كده تيشيرت فلسطين اقسم بالله كنا غزناهم غيظ، كده كده احنا غايزينهم حرفيا، هم عارفين ان ده هجوم، ولكن اهم حاجه يا ابطال ما حدش يقول لي انا ايه يعني اللي انا مثلا ايبي جيمنج او هجوم كده، لان هم حرفيا هم اندال يا ابطال والله العظيم اندال، وحرفيا ممكن يعملوها يدخلوا عندي على القناه ويعملوا بلاغات وانا حرفيا مش هقدر تمام، الموضوع هيبقى جدا جدا صعب تمام، فمش عايز حد يقول بص بص ايه عايز ايه، انا واقف اهو
عايز ايه ده؟ ثانيه، هو اللي ماشي ده بيقول برضك فري بلستاين؟ يا عم وانت معايا ولا عليا يا عم؟ بشكلك مرعب ده، اقسم سكن مخيف، ولكن عاش. زي ما في سكنات مخيفه عندهم في سكنات مخيفه عندنا، ولكن الحاجه الغريبه، اوه ماي جاد، اثبت اثبت اثبت، ايوه على عهدي على ديني، ايوه انا ارضي تلاقيني. بقول لكم يا ابطال خلاص بقى الفقره دي راحت تمام، وانا بصراحه بفكر ان انا يعني ايه مقطع النهارده، انا اصلا كنت عايز ادخل عشان اقرا لهم قران، ولكن للاسف للاسف يا ابطال انا افتكرت ان انا للاسف يعني مش فاتح الفويس شات. بس بصراحه الفتره الجايه انا بحاول على قد ما اقدر ان انا افتح الفويس شات، الموضوع ده هيفيدنا جدا والله. نحبك حبيبي والله. هو ده الهاك ده ولا لا؟ ده مش الهاك، ده بطل من ابطال، هو ده الكلام، اقسم بالله صوتي راح عشان قاعد والله العظيم بصرخ، والله العظيم صوتي راح، ولكن حرفيا في حاجه انا يعني في ايه قرانيه. بص واحد كاتب اسرائيل، اقسم بالله والله العظيم تعالى انت يا عيني، واحد على بص واحد على الابطال كلهم. والله انسى، اقسم بالله انسى، وريني اخرك ايه، وريني فريدوم فور بلستاين، ليتس جو مان ليتس جو. عايز اقول لكم حرفيا يا ابطال ان مقطع النهارده اصلا كان المفروض ان انا اكون اصلا فاتح فيه الفويس شات، لان المفروض ان انا كنت عامل حساب ان انا هدخل كنت هقرا يعني قران او ايه قرانيه تمام، وهشوف رد فعل الاسرائيليين ايه بصراحه، ولكن يعني غالبا انا مش فاتح الفويس شات. لو اي حد يا ابطال يعرف يعني يقول لي تحت دلوقتي حالا في الكومنتات ازاي افتح الفويس شات هنا، يعني ما اعرفش بقى في الماب دي او في حسابي، او لو حد فاتح مثلا فويس شات يديني حسابه مثلا، ولو حتى يوم اصور بيه مقطع وخلاص. ولكن حرفيا انا بجد بجد يعني في حاجه انا يعني الايه دي هقول لكم عليها فعلا فعلا انا كان نفسي قوي يعني اشوف رده فعلهم، ولكن الايه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. حرفيا يا أبطال أنا متحمس جدا بجد بجد للأيام اللي جاية، وأنا مش هسكت بإذن الله بإذن الله بإذن الله يا أبطال إن أنا أفتح الفويس شات. وحرفيا أنا عارف إن المقطع ده في ناس هتيجي تقول عليه بلال بقى انت كل شويه تقول لنا كليك بيت وما اعرفش ايه، والله يا ابطال والله انا المفروض كنت عامل حسابي وعملت عنوان للمقطع ده وقلت هدخل، ولكن للاسف افتكرت ان انا مش عامل فويس شات، مع اني عملت عليه مقاطع كتير قوي وانتوا فاكرين، وابحثوا في القناه اكتبوا فويس شات اي بي جيمنج والله كتير قوي، ولكن تمام باذن الله ابطال الفتره الجايه هحاول انا ادور على حساب تمام، والحساب ده يعني سواء هو حسابي احاول اشغل فيه الفويس شات او حساب يعني بطل من ابطال تمام، واحاول ان انا باذن الله باذن الله هعمل التجربه دي حرفيا في الماب دي او مابات تانية، لان حرفيا صدق حبيبي والله والله حبيبي يا ابطال. خلونا دلوقتي حالا نكمل نكمل ليتس جو نكمل ليتس جو، ايوه يلا بينا يلا بينا، حرفيا حرب اقسم استغفر العظيم لسه قايل القران ما ينفعش يعني استغفر الله العظيم. بص بص كاتب اسرائيل قد ايه؟ يلا كنشنش اصلا يا عيني مش معاه روبوكس انه حتى يشتري. اقسم بالله يعني كنشنش هو اللي بيقول الكزارة، انتوا متخيلين؟ احنا الحمد لله معانا روبوكس حتى لو روبوكس قليله، بس قادرين ان احنا نشتري الحاجات دي. انت اخرك كنشنش تمام تعمل اي حساب واي هبل في العوض تمام، وتدخل في روبلوكس وتعمل سبام ليه بقى؟ عشان ايه لعبه روبلوكس تمام انت بتخاف منها وهتبندك. عشان احنا الصح، ايوه عشان فلسطين هي الصح مش انتوا الصح، اقسم بالله والله العظيم متحمس جدا والله، مقطع النهارده اقسم بالله مكيفني والله مكيفني جدا ان انا اكون داخل كده وحرفيا الناس كلها على بتكتب فري بلستان. سيبوكوا من الواحد اللي هو يو الله شكله موت شكله يضحك اقسم بالله يا جدعان شكله والله مضحك قوي، ابعد يا جدع استنى اوريكم شكله تاني، بس ما كانش مش عايزين تشوفوا شكله علي اقسم بالله لا وعد، بس ده شكل واحد ده. بجد بجد والله العظيم يضحكوني والله بجد يضحكوني. عايز اقول لكم حرفين يعني خلونا نشوف اكتر شخص يعتبر داعم الماب، انا ما اعرفش ده يعني دي ايه باللغه العبريه، ولكن يعني هنا المفروض ده باين غالبا دي مش روبوكس، غالبا دي مش روبوكس، هو في حاجه منهم روبوكس ما اعرفش هنا اللوحه دي ولا اللوحه دي، ولكن بجد بجد انا ما اعرفش ازاي في ناس بتدعم مبات زي كده. غير كده يا ابطال في المقطع اللي فات قلت لكم بجد ان في مبات جدا جدا كتيره. ايه ده؟ اسامه ظهر؟
واتس هو ايه الحساب؟ ثانيه وانا هزر ولا ايه؟ ده قاعدين بيزوروا الناس اللي في الماب ولا ايه؟ اقسم بالله بجد عايز اقول لكم ابطالنا حرفيا. ايه ده اياد؟ هلا والله اياد بطل من ابطال الجيمنج، منور محمد 859 جي. طبعا انا بقول اسامي، المفروض دي اسامي الناس اللي دخلت معانا. اي ان اس، يا رب بس ما يكون يعني اهم حاجه يكونوا من ابطال. انا فاتح الجوين وعاملين قال ايوه اكس جيمر اكس برو 7 ليتس جو. ايوه هو ده الكلام. او بي جيمنج 707 على عهدي على ديني على ارض تلاج ليتس جو. علم فلسطين ظهر في ماب اسرائيلي وكمان على الشاشه بتاعتهم. ابلعتوا عليكم، ابلعوا يا كلاب والله العظيم. يا نهار ابيض يا جدعان، والله حماس وربي حماس يا جدعان على المقطع ديب. اقسم بالله شمال يمين خلاص ما تكملش. استغفر الله العظيم. يا الله والله عرقت، اقسم بالله عرقت، مع اني فتح التكييف. والله فتح التكييف عشان ما اعرقش، وانا قبل ما اقطع عملت كده يعني حاسس كان الجو حر يعني. والله العظيم يا سلام يا سلام، والله العظيم يا ابطال فخر، اقسم بالله انتوا فخر. يعني يقول لك فخر العرب، والله انتوا ابطال الجيمنج اللي فخر العرب، ولا انا ولا اي حد، والله انتوا ابطال الجيمنج حرفيا فخر العرب. والمقطع ده يشهد بكده بجد بجد، ابطال المقطع ده يشهد بك يعني بكده جدا، وعاش عليكم. ده بص ده بيعمل ايه؟ ده بيرقص قدام واحد اسرائيلي صح؟ ايه ده؟ بلعه، اديله اديله، خد دي اديله. والله العظيم يا ابطال مش مصدق، اقسم مش انا بحبك ايه بيجي من جوانا. والله العظيم يا ابطال بموت فيكو، بطل بطل اقسم بالله اخواتي. فالمفروض ان كده خلصنا، المفروض كده خلصنا وزعلناهم جامد حرفيا تمام، وهم بجد بجد اتضايقوا جدا جدا جدا. والادله على كده زي ما انتم شايفين، هم يعني ما فيش غير واحد بس تقريبا جوه بيدعم يعني بيدعم يعني. يا نهار ابيض اقسم بالله، والله العظيم متحمس جدا جدا. فخلونا دلوقتي حالا نطلع عشان في كلام مهم عايز اقول لكم عليه بره. زي ما شفتوا يا ابطال الماب دي، ناس جدا جدا كتير قالت لي المقطع اللي فات يا بلال حط لنا لينك الماب عشان ندخل فيها او نبلغ عليها. شوفوا يا ابطال ما ينفعش اللي انا احطه واعمل كده خالص، ان انا كده يعني يبقى مخي بطاطس. هتقول لي يا عم بلال في ايه بس، ايه اللي خلاه بطاطس؟ مخي هيبقى بطاطس بسبب اللي انا الحركه اللي انا بعملها دي. انا كده بدعم الماب يعني بطريقه غير مباشره، افهموا يا ابطال، لان حرفيا اي حركه هنعملها دي تعتبر بمثابه دعم الماب تمام. الماب كده كده فيها 4 مليون يعني و800 الف شخص يعني فيزيت تمام، دخل على الماب قبل كده. في 500 واحد تقريبا دايما بيدخل على الماب، ولكن هدفنا اللي احنا نعملها نعمل لها ديسلايكات، هدفنا اللي احنا نعمل ريبورت ابيوز تمام على الماب دي، نحاول اللي احنا نقفلها تمام. انت مجرد بس يا بطل ابطال ما بتيجي بتكتب تمام اللي هو الاسم المقزز ده تمام، مجرد ما بتكتبه في لعبه روبلوكس حرفيا بيجي لك مابات كتير. ايوه في ماب قلت لكم المقطع اللي فات انا عايز ادخل عليها، وهي ماب ايجيبت فيس الكزارة. ايه ده؟ انت بتخلي يعني انت ثانية بتحط ده بجانب مصر؟ والله انت ما تعرف ايه اللي ممكن يحصل، والله العظيم ما تعرف اللي ممكن يحصل. لو عايزين يا ابطال المقطع اللي جاي او اللي بعده او على حسب يعني يكون ندخل على الماب دي، ومش هدخل لوحدي. اللي حصل النهارده ده جدا جدا جامد والله، وحرفيا حمسني جامد قوي. انا هفتح الجوين تمام، واخليكم بردك تدخلوا معايا على الماب دي. ولا اول مره فعلا، لاول مره هدخل على الماب دي وانا مش عارف اي حاجه فيها، ما اعرفش ايه اللي حصل فيها، ما اعرفش هو اصلا عامله ازاي، ما اعرفش هل دي فيك ماب اصلا فيك اصلا ولا ايه. ولكن خلونا نتاكد بس، انا مش هدخل تمام. الماب فيها 4000 فيزيت تمام، معموله من 5 سنين، اخر ابديت من سنه و16 واحد حاططها في الفيفوريت واتنين بيلعبوا. ايه ده؟ ايه الناس دي بتلعبوا على ايه؟ هو يعني معلش هو لو تحدي فعلا تمام، واللي هو مصر ضد البلد الثانيه اللي هي إيه اصلا المفروض دي مش بلد، يا بلد تفهم بقك دي اصلا مش بلد تمام، حرفيا اكيد احنا هنكسب بابطال الجيمنج سو ايزي مان. وانا مغمض عيني وحاطط ايدي اليمين كده على عيني احنا كسبنا والله العظيم. بصوا انا مش هلعب، انا ممكن اقعد كده على جنب واحط ايه ايوه ايدي على خدي كده بس، وممكن اقول يلا عاش الابطال. خلصانه كسبوا، انا عندي ناس ابطال واقسم بالله واثق فيهم. ايوه ابطال متحمس جدا بجد بجد المقاطع اللي جايه. شكرا يا ابطال على كميه الدعم والتفاعل اللي انتوا فعلا فعلا الفتره الاخيره بتقدموه ليا، بجد مبسوط جدا. وعايز اقول للناس اللي زعلت مني وافتكرت اللي انا يعني اللي انا مثلا عشان سايب الانفنتوري مفتوح فقاصد بقى اللي هو ازعل الناس مني، وليه علاقه مثلا اللي هو عشان البلد يعني يووو اللي هي القذاره زي ما انتوا شايفين. ايه ده؟ والله العظيم قفلت الانفنتوري.
واتزا يا جدعان انا قفلت الانفنتوري وبردك زهره وامي ازاي انا حقيقي فعلا قفلت الانفنتوري. طب لحظه كده، طب ادوس هنا كده. طب لحظه هنا بقى في حاجه غريبه، انا ما اعرفش صح المفروض قفلت الانفنتوري محدش فيكم يقدر يشوفه، ولكن خلونا دلوقتي حالا كده ممكن نعمل كده، لان انا كده قلعت التيشيرت. ثانيه انهم عاملين كده، هنكتب دلوقتي حالا بالستاين تمام بالانجليزي كويس او في لعبه روبلوكس. انا عايز اجيب التيشيرت اللي انا المفروض لابسه دلوقتي حالا، هنروح على الكلوزنج او الكلوز. ايوه بالظبط كده، فين يا باشا؟ ايوه شيرت، لا مش هو ده، غالبا هو ده، اتوقع ان يكون هو ده. لا مش هو ده للاسف. طب هنا، ايوه هنا ان شاء الله هو ده. واتزا يا جدعان التيشيرت راح فين حقيقي؟ طب اهو كده اهو، ايوه هو ده التيشيرت كويس، اتوقع ان هو ده التيشيرت فعلا. كويس قوي تمام، وهنا هدوس وات. ازاي ثانيه هو هنا بيقول لي ليه ديليت فروم انفنتوري؟ انا مش عايز امسح حاجه، انا حقيقي مش عايز امسح ده، انا عايز اثبته عندي. بيقول لي انا بلغ عن شيء. لا انا بجد مستغرب يا ابطال، مستغرب من اللي موجود دلوقتي حالا في حسابي، وحاسس ان انا كده يعني غلط عليا، بس انا مش عايز يحصل كده. لا مش عايز يحصل فعلا كده. ايه ده يا جدعان؟ ما ينفعش بيحصل ده، يعني دلوقتي فاتح حساب اهو، اي حد هينزل دلوقتي حالا تحت هيشوف. حتى يا عم لو انتوا مش هتشوفوا انا هشوف، ما انا مش عايز اشوف. طب انا هعمل اي حاجه هنا. بصوا يا ابطال بيقول لي ايه، اديت تو بروفايل. طب انا دوست اديت تو بروفايل، ايه اللي هيحصل؟ المفروض ده كده اصلا حاجه اوحش، يعني دي تقريبا دي حاجه اوحش تمام. اما نشوف اللي يحصل، نزلت اهو. او ماي جاد، بص دي اتضافت هنا وبقت شكلها اوحش، اقسم بالله والله العظيم بقت شكلها اوحش. يا الله، هنا مثلا هنا بيقول لي ريموف تو بروفايل، ماشي كويس. انا عايز اشيلها خالص، انا عايز اشيلها خالص، يخرب بيت ده، يعني اقسم بالله حرام. هو بسبب الهاك والله اللي هو اللي خلاني اشيل الحاجات دي اكيد. انا ايه اللي انا كده بمخي بطاطس لو عملت حاجه زي كده في حياتي؟ اشتري اصلا كزاره؟ مين ده اللي هيشتري كزاره؟ وهنا دلوقتي حالا في حد في الديسكورد بيقول لي اللي انت روح لعالم فلسطين واضغط على الثلاث نقط وحط ادد تو بروفايل. ماشي كويس، ماشي هنعمل دلوقتي حالا كده تمام. هنكتب عالم فلسطين، ايوه كده عندي في يعتبر في الانفنتوري ظاهر. لحظه، ايوه حرفيا يا ابطال هو ده التيشيرت زي ما انتم شايفين. ادوس ادد تو بروفايل وهروح دلوقتي حالا كده على حسابي. يا رب بس يا ابطال تكون اتشالت، انا ما اعرفش صراحه هي كده اتشال. ايوه ماشي كويس، هنا اهو ما اعرفش هو كده هيكون ظاهر. لحظه بقى عشان عايز اجيب يعني احط حاجات لها علاقه بفلسطين تمام. المفروض دلوقتي انا شاري ايه تاني؟ غالبا انا مش شاري اصلا غير يعني شويه حاجات بس تانيه، اللي هو التيشيرتات والحاجات دي مش بتتحط اصلا تمام، ولكن اتوقع ان المفروض ان هي كده اتشالت. ولكن بجد انا مش عايزها تظهر قدام عيني، انا يا جدعان مش عايزها تظهر قدام عيني كده، انا عايز اخفيها. كفايه اللي هو اشتراها لي وانا اصلا مش عايز يعني انا مش عايزها، انا مش عايز الحاجه دي اصلا. يا الله استغفر الله العظيم، والله مش عارف فعلا الحقيقه اتصرف ازاي بجد، ولكن المفروض اللي هي كده المفروض تكون اتشالت. اتوقع ان المفروض كده تكون اتشالت قدام الناس تمام، ولكن قدامي للاسف ما اتشالتش. اتمنى يا ابطال تقولوا لي في المقطع ده تدخلوا على حساب اي بي جيمنج 707، واتمنى بردك في نهايه المقطع تعملوا لي يا ابطال فولو كتير، لان الايام اللي جايه هنبدا ندخل على مبات جدا جدا كتير ليه علاقه بالقذاره تمام. فاكيد ان هم هيحاولوا ان هم كل شويه يعملوا بلاغ في الاكونتات ان هي يعني اللي هي دخلت تمام، سواء بقى بطل من ابطال، سواء انا الاساسي اللي انا المفروض يعني فاتح الجوين وشايفين ان انا لابس، يعني انا الوحيد تقريبا المميز فيكم عشان لابس يعني ايه اللي هو تيشيرت فلسطين وكمان العلم في ظهري تمام. ف يعني بقول وارد اللي انتوا لازم كلكم حرفيا تعملوا لي فولو، او مش لازم تعملوا لي فولو، اعملوا لبعضيكوا فولو عشان ده حرفيا هيخلي لعبه روبلوكس يعني ما تصدقهمش على طول تمام. هتقدر ان شاء الله باذن الله ترجع حسابك باذن الله، ما فيش اي خطر، انا بقول لكم احتياطي يعني تمام. احنا 43000 فولو، فنقدر ان احنا نوصل يعني ال 50000 فولو وكمان ال 100000 فولو باذن الله في اسرع وقت. شكرا جدا ليكم يا احلى ابطال في الدنيا، يلا رافعين راسي ورافعين راس فلسطين في كل حته، شايره في كل حته. ما يعني ما تخافش اتكلم، واللي ضد ما اعرفش اديله على عينه بكف على طول، بس على طول هو ده الكلام خلاص. هي المعامله بقت كده، المعامله بالمثل يا ابطال. واعتبرك بس كده مقطع النهارده خلص، ومش عارف اقول ايه تاني بصراحه. وايبي جيمنج ابطال الجيمنج، وسلام. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك، ايوه جدع. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك، ما تنساش بقى تفعل الجرس بقى وانت ماشي، ايوه بقى، اوه اديله